تحية، والله تحية أكبر اليوم فرحة هي وتواجد الرئيس معنا في ولايتنا، حتى أنه هذا شرف كبير يبين لنا ويثبت لنا بأنه ما رحناش مهمشين إحنا ولايات الجنوب، وكل الشرف العظيم لنا لأنه قاد السياسة العربية وقاد الأمة، وهو قائد وشرف للجزائر بأكملها من جميع الأنحاء من المجتمع المدني والشعب والأمن. ودائما نقول لهم الشعب الجزائري دائما خاوة خاوة إلى الأبد. شكرا تحيات. هذاك هي والحمد لله فرحانين، الحمد لله يا ربي والله فرحانين به ومرحبا به، هو يجي للتندوف صافي بليزي جا للتندوف كاع يشرفنا التندوف. ونرحبوا بالرئيس تاعنا ومرحبا وسهلا والله يجازيه بخير، ما ينسالو خير، ما راه مرحب بينا ومرحبا به، وخاص يتهلا فينا لا تم يجينا يطلب منا زيارات باش نشكولوا امورنا وصوالحنا الخاصه، ونرحب به كل مرحبا وسهلا.